السلام عليكم ورحمة الله. المطلوب في التمرين هو تحديد نفي العبارات التالية. أولا، العبارة الأولى بي، النفي ديالها هو يوجد على الأقل إكس تنتمي إلى R، لكل إيكغيك ينتمي إلى R. لاحظوا أن المكملات هما اللي كنبدلو فقط، يوجد يصبح لكل، ولكل يصبح يوجد على الأقل. بالنسبة ليساوي يصبح يخالف، أو تصبح واو أكبر قطعة تصبح أصغر أو يساوي. نفي العبارة بي بنفس الطريقة، المتساوي ترجع تخالف، و ترجع أو، أوف تخالف تردو تساوي 3. بالنسبة للاستلزام، هنا ردوا البال الله عليكم، راه النفي ديال الاستلزام كاين واحد الإشكال عند أغلب التلاميذ. النفي ديال بي تستلزم كي، راه هي بي و نفي كي. إذا غادي نحافظو على الأولى ونديرو و، والثانية غنديرو النفي. التمرين الثاني لاستعمال برهان الفصل الحالات في المعادلة التالية. إذا باش نحلو هاد المعادلة في القيم المطلقة، داكشي اللي وسط القيم المطلقة كنردو معادلة تساوي صفر، يعني أن إكس يساوي واحد. والمعادلة الثانية غنحصلو عليها انطلاقا من المتطابقة من القيم المطلقة الأخرى، عطاتنا إكس يساوي جوج. إذا أول حاجة غادي نديرو الرسم وجدول ديال الإشارة. دونك جدول الإشارة غيكون كيخص إكس ناقص واحد و إكس ناقص جوج. إذا بالنسبة لإكس ناقص واحد، فهي تتنعدم في واحد، و إكس ناقص جوج كتنعدم في جوج. إذا لاحظو كتنعدم في واحد، إذا هنا غندير واحد الخط تحت منو صفر. وبالنسبة للإشارة كيف ما تلاحظو، حنا درنا جوج لأن إكس ناقص جوج كينعدم في جوج. دابا عاد غنملؤو الجدول بالإشارات. على يمين واحد عندنا إشارة أق اللي هو واحد، وعلى اليسار ناقص، يعني زائد على اليمين وناقص على اليسار. داك الخاتم هو اللي كيحدد الجهة اللي فيها أعداد إشارة زائد، والجهة الأخرى فيها إشارة ناقص. إذا عندنا ثلاثة حالات، الحالة الأولى عندما يكون إكس ينتمي إلى ناقص من النهاية واحد، والحالة الثانية عندما يكون إكس محصور بين واحد وجوج، والحالة الثالثة عندما يكون إكس كرر جوج. غنمشيو دابا نناقشو الحالة الأولى، أو نقول من أجل إكس ينتمي إلى ناقص من النهاية واحد، أو نكتب إذا كان إكس ينتمي إلى ناقص من النهاية واحد. فوالا، إذا هذه بالنسبة للحالة الأولى. غنكتبو المعادلة ديالنا اللي هي جوج قيمة مطلقة لـ x ناقص واحد زائد قيمة مطلقة لـ x ناقص جوج تساوي 8. تصبح لاحظوا أن دابا القيمة المطلقة غنحيدوها وغنديرو في بلاصة أقواس. إذا هذاك التعبير اللي وسط القيمة المطلقة في الحالة ديالنا الأولى، إذا كان x ينتمي إلى ناقص من النهاية واحد فهو سالب، يعني x ناقص واحد غنكتبو المقابل اللي هو ناقص x زائد واحد. بالنسبة لx ناقص اثنان فهو أيضا سالب، إذا نكتبو المقابل اللي هو ناقص x زائد جوج. نحيدو الأقواس عادي بالنشر، ناقص جوج في ناقص x هي ناقص جوج x، وجوج في واحد هي جوج، ناقص x زائد جوج تساوي 8. نجمعو المجاهيل في طرف والمعاني في طرف. ناقص 3x زائد 4 تساوي 8، إذا ناقص 3x تساوي 8، ناقص 4، إذا ناقص 3x تساوي 4، إذا x 3x تساوي ناقص 4، هنا غادي بالتفصيل. و x يساوي ناقص 4 على 3، العميل يصبح قاسم. هاد العدد واش كينتمي للمجال ديالنا اللي كنناقشو فيه المناقشة، يعني في الحالة الأولى؟ نعم كينتمي، هاد المجال فيه جميع الأعداد السالبة، وبالتالي بالإضافة إلى بعض الأعداد الموجبة من 0 ل 1، ولكن هذا سالب، إذا راه كينتمي. إذا نعتبر مجموعة الحلول الأولى هي العدد ناقص 4 على 3، متفقين؟ إذا هذا بالنسبة لإس واحد. إذا S1 تساوي ناقص 4 على 3. غنمشيو دابا للحالة رقم 2. إذا بالنسبة للحالة 2 هو أن X ينتمي إلى 1 2. إذا الآن المعادلة 2 قيمة مطلقة لـ X ناقص 1 زائد قيمة مطلقة لـ X ناقص 2 تساوي 8 تصبح. نفس الشيء هنا، عوض القيمة المطلقة غنديرو أقواس، ولكن تابعو x ناقص 1 في هذا المجال راه موجب، و x ناقص 2 سالب. إذا بالنسبة لx ناقص 1 بما أنه موجب، فحنا ما غنغيروش الإشارة، غتبقى x ناقص 1. لا عذرا، راه ويسس، نعم x ناقص 1 موجب، إذا غنكتبو x ناقص 1 كما هي. أما x ناقص 2 فهو تعبير ثاني، إذا غنديرو تغيير في الإشارة، ندير جميع الحدود ناقص x زائد 2، ثم غنشر، وولات المعادلة دابا سهلة. جوج إكس ناقص إكس هي إكس، وناقص جوج ناقص زائد جوج متقابلان صفر، إذا غتبقى 8. هاد 8 واش كتنتمي لمجال واحد جوج؟ طبعا لا،
لأن 8 أكبر من 2، إذن S 2 مجموعة فارغة، يعني مجموعة فارغة يعني ممكن فيها تشيع عنصر. غنكتب الحالة الثالثة وهي عندما يكون X أكبر من 2. الحالة الثالثة إذا كان X ينتمي إلى المجال 2 زائد لا نهاية، إما نقول X أكبر من 2 أو X ينتمي إلى 2 زائد لا نهاية. المعادلة تصبح 2 بين قوسين زائد بين قوسين تساوي 8. بالنسبة لهذا المجال x ناقص 1 و x زائد 1 إلى رجعنا لجدول الإشارة بجوج موجبين، يعني غتبقى x ناقص 1 كما هي و x ناقص 2 كما هي، حتى قيمة مطلقة للتعبير موجب كيبقى موجب، كيبقى نفسه يعني، مثلا قيمة مطلقة x تساوي x إذا كان x موجب، وبالتالي جوج x ناقص 2 تساوي x ناقص 2 تساوي 8، أحيدنا الأقواس على وجه الرمز كيفما درنا في المرة السابقة. إذا تولي جوج x زائد x هي 3x ناقص 2 ناقص 2 هي ناقص 4 تساوي 8. إذا 3x، إذا 3x تساوي 8 زائد 4، 3x تساوي 8 زائد 4، إذا 3x تساوي 12، إذا x تساوي 12 على 3، 12 على 3 هي شحال؟ هي 4، بما أن 4 ينتمي إلى المجال زائد لا نهاية، يعني لاش؟ لأن 4 أكبر من 2، وبالتالي فإن x 3 هي 4، إذا خلال الحالة الثلاث نستنتج أن الحلول هي S1 اتحاد S2 اتحاد S3، يعني هي مجموعة 4 و ناقص 4 على 3. الآن نمر إلى التمرين الثالث. إذن بالنسبة لهذا التمرين غنستعملوا الاستلزام المضاد للعكس، يعني P يستلزم Q راه كتكافئ Q بار يستلزم P بار، يعني يكفي أن نبين أن جوج x زائد y على x ناقص y تساوي 3 على 4 تستلزم x تساوي ناقص 7 على 7 y على 5. إذا نبدأ بالطرف الأول، ماذا يستلزم؟ كنعرفوا بأن جداء الوسطين يساوي جداء الطرفين، إذا بغينا نتخلصوا من الكسر، وبالتالي غيولي عندي A على B تساوي C على D كتساوي AD تساوي BC، يعني يستلزم AD تساوي BC. نفس الطريقة غنطبقو تما، غنستنى جوج إكس زائد إيكغيك مضروبة في 4 كتساوي 3 عامل لإيكغيك إكس ناقص إيكغيك، غننشرو 8 إكس زائد 4 إيكغيك تساوي 3 إكس ناقص 3 إيكغيك، ونجمعو لي زيكغيك في الطرف ولي زيكس في الطرف، 5 إكس تساوي ناقص 7 إيكغيك، إذا إكس تساوي ناقص 7 إيكغيك على 5. لاحظت بأن أغلب التلاميذ يعني كيعرفو يديرو هاد النوع من أنواع، لكن الإشكال كاين في إبراهيم بالتراجع هو لي غنركزو عليه أكثر ونعطيه وقت أكثر في السؤال الأخير. ما تنسوش تشتركوا في القناة إلا كنتم جدد. نبداو بالتمرين رقم 4 الآن، يعني جوج نقاط هنا. الأستاذ اقترح على أنه التلميذ مطالب فقط يدير سؤال من بين ثلاثة أسئلة، اللي جاكم ساهل ديرو. أنا اختاريت ندير الأول، دونك الأول. إذا دائما بناء ديال البرهان بالترجع في ثلاثة مراحل، من أجل يعني برهان يعني الانيسياليزاسيون ولا البدء التحقق، كيف كيسمى التحقق. إذا التحقق من أجل أن يساوي يقدر يكون واحد أو صفر على حسب المجموعة اللي تخدم فيها، ثم كتفترض بأن بي أن صحيحة من أجل أن ينتمي إلى تلك المجموعة اللي تخدم عليها، وتتبين بأن بي أن زائد واحد هي صحيحة، تقول هذا هو الهدف عندك، متفاوتة أو متساوية إلى آخره. المهم كنشتغلوا وفي الآخر كنديروا الخلاصة حسب البرهان التراجع أو حسب مبدأ التراجع، فإن لكل x من n bn صحيحة، غير هنا كنزيدو لكل n من n، في الافتراض كنقولو من أجل، أما في الآخر كنقولو لكل n من n. نبدأ على بركة الله المرحلة الأولى، وهو السؤال الأول يقول لكل n ينتمي إلى n جمع 1 زائد 3 زائد 3 مربع زائد 3 أس 3 زائد 3 نقط حذف زائد 3 أس n ناقص 1 تساوي 3 أس n ناقص 1 على 2. المرحلة الأولى لأننا غادي نبينو في فيديو ثاني إن شاء الله، غنعطيو التتمة ديال هذا الامتحان. من أجل أن يساوي واحد، علاش؟ لأننا خدامين في أن نجمع، مادام أننا خدامين في أن نجمع إذا غناخدو أن يساوي واحد. لاحظوا كيفاش غتولي الكتابة، ثلاثة أس واحد ناقص واحد على اثنان تساوي ثلاثة ناقص واحد على اثنان، هي اثنان على اثنان هي واحد. لاحظوا هذا الواحد هو العدد الأول تما، أحيانا يقدر ميكونش العدد الأول ولكن يقدر يكون العدد الأول زائد الثاني على حسب الصيغة اللي عندنا في السؤال. المهم هذا بالنسبة للبرهان بترجع بسيط، يعني غالبا ميكونش مشكل أصلا في هذه المرحلة ديال التحقق.
إذا العلاقة صحيحة، نمر إلى المرحلة الثانية. إذا هذه لاحظة نجمع باش نركز على أن هذه مرحلة واحدة، ثم نجمع أخرى المرحلة الثانية كتسمى افتراض ترجع. نفترض أن العلاقة صحيحة من أجل أن فيكسي، يعني واحد الآن من الآن كتساوي 3 أس أن ناقص 1 على 2، يعني داكشي اللي كيكون عندك في السؤال كتعاود تكتبو، غير ما تديرش لي كلي. ونبين أن طبعا إلا ضفتي من أجل أن نجمع يكون أفضل. ونبين أن 1 زائد 3 زائد 3 أس 2 زائد 3 أس 3 زائد 3 أس أن ناقص 1، ما غنوقفوش هنا وإنما خصنا نزيدو حتى نكملو، يعني أن زائد 1 يعني تولي 3 أس أن ناقص 1 زائد 3 أس أن. لاحظوا زدنا قوة أخرى أو القوة الموالية ديال 3. إذن هي 3 أس أن زائد 1 ناقص 1 على 2. بعد ذلك ننطلق من الطرف الأول، نحاول أن ننطلق من الطرف الأول. الطرف الأول شنو هو في هذه المتساوية؟ هو 1 زائد 3 زائد 3 مربع زائد 3 مكعب زائد 3 أس أن ناقص 1 زائد 3 أس أن. دائما دائما في هذا النوع ديال برهان الترجع اللي كتكون عندك متساوية، داك المجموع الأول كيكون مجموع كبير بزاف، ميمكنش لك أنت تحسبه، ولكن كتوظف الافتراض. الافتراض ديجا كيقول لك بان داك المجموع من 1 حتى 3 اس ان ناقص 1 كيساوي 3 اس ان ناقص 1 على 2. اذا غتعوض داك المجموع كامل وكيشهد لك غير الاخراني، الاخراني هو اللي كيبقى كتزيدو. ومن بعد المرحله المواليه تحيد المقام. عقل اول حاجه داك المجموع كامل كيكون عندك في الافتراض، والحد الاخير هو اللي كتزيدو وكدير توحيد المقام، كتوحد المقام وكتحسب، كتحاول توصل لديك العلاقه اللي عندك في السؤال ديال وربين انه. لاحظوا هنايا ولات عليك 3 أس أن ناقص 1 زائد 2 في 3 أس أن ناقص 1. أنا شنو عملت هنا؟ حاولت أنني نوضح داك العامل المشترك 3 أس أن. 3 أس أن في 1 زائد 2 في 3 أس أن ناقص 1 على 2. عملنا ب 3 أس أن هي 3 أس أن عامل 1 زائد 2 ناقص 1 على 2. ومن بعد غادي نحسبوا داكشي اللي بين قوسين، 1 زائد 2 هي 3، 3 أس أن في 3 أس 1 هي 3 أس أن زائد 1 ناقص 1 على 2، وهذا هو المطلوب. وبالتالي نكون قد أنهينا المرحلة الثانية. دابا غندوزو للمرحلة الأخيرة، نكتب قد جملة. إذا حسب البرهان للترجع فإن لكل إكس من آن نجمة، المجموعة ديالنا اللي حنا خدامين عليها، 1 زائد 3 زائد 3 أس 2 زائد 3 أس 3 زائد 3 أس 1 ناقص 1 تساوي 3 أس 1 ناقص 1 الكل على 2. شكرا على حسن انتباهكم، ونلتقي في فيديو قادم إن شاء الله.